اقدر اسالك سؤال؟ تفضلي. شو رايك بعمل هيئه مكافحه الفساد؟ غلط تمام. ايش الغلط فيني؟ طب اذا شفتي فساد في المؤسسه اللي بتشتغلي فيها بتلغي عنها؟ طبعا غلط يعني. بعرف. طب هل الفساد بطول الصغار والكبار من الموظفين ولا على الصغار فقط؟ يعني برأيك المسائلة بطول الصغار من الموظفين والكبار ولا بس على الصغار فقط؟ بتوقع انها الجميع يعني وين ما في فساد يعني اتوقع انها بتطوله يعني سواء شخصيات كبيره او موظفين كبار نفس الشيء موظفين عاديين يعني اللي اي واحد بتم البلاغ عنه انا هيك بعرف انه بتتم ملاحقته ومحاسبته. والله المفروض يعني المفروض اللي بيعمل يعني يتحمل مسؤوليته كان كبير او صغير يعني فيش يعني في القضاء والعداله فلان كبير وفلان صغير المفروض كلنا سواسيه هيك يفترض يعني يفترض ان تشمل الكبار والصغار. انت برايك ايش؟ برايي انا لست مطلا بالتفصيل على قضاياهم لذلك لا اعلم. والله حقيقه انا ما اطلعتش على طبيعه عملهم بصراحه يعني بس هم بيحاولوا قدر الامكان يكونوا مهنيين وعمليين في اعمالهم وان شاء الله التوفيق للكل يعني. يعني مكافحه المساد هو مطلب لكل الناس بس بنتمنى انهم يوضحوا للناس عن طريق الإعلام شو بصير في قضايا الفساد اللي بتنمسك يعني الناس بدهم يشوفوا النتائج. هي تطول الجميع ويوجد كثير من القضايا على ملفات نيابة الفساد وهيئة مكافحة الفساد ضد موظفين صغار وضد موظفين كبار من أعلى مراتب وظيفية ومن أعلى درجات وصدرت أحكام قضائية من محكمة مكافحة الفساد ضد فئات عليا بالدولة. مش عارف أنا بصراحة مش ما عنديش أخبار عن القضايا بتنمسك ولا عن النتائج اللي بتصير بس يعني نتمنى إنه ما يصيرش في فرق بين أي موظف سواء كان مسؤول صغير أو كبير الكل يكون تحت سلطة القانون نكون يعني بدولة دولة مؤسسات ما فيش فرق بين صغير وكبير.